السلام عليكم، أختكم مريم ترحب بكم وتتمنى لكم وقتا سعيدا كما يحبه ربنا ويرضاه. أما موضوعنا اليوم فهو الوجه النحيف، أسبابه وطرق تسمينه. تشكو الكثير من الفتيات من مشكل عدم تناسق شكل الوجه مع الجسم، خاصة إذا كان وزن الجسم مناسبا بينما شكل الوجه يبدو نحيفا، وهذه المشكلة قد تسبب لهن حرجا أمام الآخرين. وبصفة عامة فإن أسباب نحافة الوجه عديدة، منها العامل الوراثي ويتعلق ذلك بشكل وبنيان العظام وبنية النسيج الشحمي للوجه، فهناك وجه مسحوب من الذقن وآخر يبرز عظمة الخدين. وهناك العديد من الأمراض الحادة أو المزمنة التي تترافق غالبا بنحافة طارئة ومؤقتة في الوجه، لكن سرعان ما تعود الأمور لسابقها بعد الشفاء والنقاهة. كذلك إذا كنت تتعرضين للتعب الجسدي المتواصل مع قلة الراحة والنوم، بالإضافة إلى التعب النفسي والتوتر والقلق، أيضا عند اتباع حمية قاسية لمدة طويلة، فذلك يمكن أن يؤثر على شكل الوجه ولون البشرة ونضارتها. وتظهر أيضا نحافة في الوجه بالنسبة للمدمنين على التدخين والكحول. وننصح أولا بإجراء كشف طبي للتأكد من عدم وجود أي سبب مرضي، ثم يجب تفادي هذه المسببات والبدء في ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن تكثر فيه الأسماك والحبوب الكاملة والخضر والفواكه، مع تنظيم أوقات النوم والراحة. وعليك أن تعلمي أختي أن الوجه النحيف لا يمثل عيبا يمكن أن تخجل منه المرأة، لأن الأهم هو نضارة البشرة والصحة العامة الجيدة. لذلك ننصحك بالعناية بصحة جلد الوجه، ويمكن تسمين الوجه باكتساب بعض الوزن باختيار الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية مثل خبز القمح الكامل والفاكهة والبقوليات. وننصح بالإكثار من أكل السمك خاصة السردين والسلمون، مع الابتعاد عن الأجبان كاملة الدسم والزبدة، والتقليل من استهلاك اللحوم الحمراء وإضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي اليومي. وعليك بالإكثار من شرب العصائر والماء، ويجب أكل الطعام ببطء ومضغه جيدا. ننصح أيضا بتناول المكسرات والحلبة والزعتر والسمسم والعسل الأسود، ومع ذلك يجب مراقبة الوزن جيدا حتى لا نقع في مشكل السمنة. ورجاء إذا أعجبتكم حلقة اليوم لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك للانضمام إلى مجتمع مريم تيوب. إلى اللقاء.